كاينين الحساسيه ديال الادويه، كاينين بعض المرضى كيتناولوا بعض الادويه بدون استشاره الطبيب، وكياخذ الادويه كيدير ليه الحساسيه، ولا كيقدر يختنق، ولا كتعطيه الحساسيه ديال الجلد، كتعطيه اون اورتيكار كما كنقولوا التورديت، كيولي فيه حمار في وجهه وفي يديه، وكيسخن ليه الذات ديالو بتناول بعض الادويه. وهذوك الادويه الطبيب ديال الحساسيه هو اللي كيعرفهم، وباش نحدوا هذيك الاليرجي ولا ديك الحساسيه ديال الادويه كنديروا واحد ثلاث تحليلات ديال لي ميديكامون، ديال الاليرجي ديال ميديكامون الادويه، وكنديروا كلي تيست باش نحدوا اش من الحساسيه عنده، وباش نعطيوه واحد لا ليست، واحد هذاك لا ليست ديال الدواء اللي ما ياخذش، واخا يمشي اي عند اي طبيب ولا عند اي صيدلي ولا فارماسي، باش هذوك الدواء ما يعطيهمش ليه، لانه الا عطاهم ليه كيقدر يؤدي ليه الى الوفاه ولا اختناق ولا في مشكل اخر خطير. وهذيك لا ليست ديال الميديكامون يقدر انه يمشي لوبيتال ولا يمشي للمستشفى، ولا يبغي يدخل للمستشفى على مشكل اخر، اما الجراحه اما هذاك، خص البناج يعرف ان داك المريض راه عنده الحساسيه ديال ديك الادويه باش ما يعطيهمش ليه، لان الا عطاهم ليه ديك الادويه في عمليه الجراحه يقدر يخترق ولا يتوفى.